المباراة فهي نصف النهائي، مباراة اللي الكل كيعول عليها باش يكون ان شاء الله في الفينال. بطبيعة الحال حتى الفريق ديال الاتحاد البيضاوي فريق ماشي سهل، وفريق اللي وصل المربع الذهبي ماشي بصدفة، عنده دراو استحقاق وعنده امكانيات باش يوصل لفرق اخرى ما وصلوش. لهذا بالنسبة فحنا كننتظرنا مباراة قوية، مباراة ما سهلاش، مباراة اللي الجماهير ديالنا وكذلك المسؤولين للفاعلين ديال المدينة عوينا باش ان شاء الله الرحمن الرحيم يشوفوا الفريق تاعهم في النهاية. وحنا كذلك عندنا كل طموح وكل عزيمة باش الورقة نجيبوها من طنجة، رغم الخصم ماشي سهل، رغم الخصم اللي ما عنده ما يخسر ديجا الوصول تاعو المربع الذهبي فهو انجاز بالنسبة ليه، بالخصوص في السنين الأخيرة لأن كنعرفوا الفريق ديال الطاس بالنسبة ليا كنا كنلقبوه بريال مدريد ديال الدار البيضاء، ومع كامل الأسف ما مشاش في الاتجاه اللي كان كيتمنى الجمهور تاعو، ولكن الآن بدا كيرجع بقوة وبدا كيعطي إشارات قوية بأن غادي يرجع في القريب العاجل. لهذا كتسنانا مباراة قوية ومباراة اللي عندنا أمل باش إن شاء الله الرحمن الرحيم نكونوا في النهاية. اول حاجه نفوزوا بعد داك المباراه ديال الطاس نربحوها ونحسموها، وديك الساعه عندنا الكامل الوقت اللي غادي نفكروا كيفاش نديروا المباراه على حسب الخصم اللي غادي نتلاقاو معاه. لهذا السؤال فهو سابق الاوان، وتنظن الجماهير الدخول اللي كتعطينا رسائل اللي هو الحضور ديالها مكثف داخل المدرجات وتشجيعها تاعها بواحد الطريقه هستيريه، وكتساندنا داخل الميدان وخارج الميدان. وكذلك حنا الرسائل تاعنا هي واضحه، هما النتائج اللي تنحصلوا عليها في الاونه الاخيره واللي كتشرف جميع الفعاليات ومن الجمهور ديال الجديده.